وسهلا على كل حبايبي اللي في قناة عالم منوعات. اتمنى دايما يا رب تكونوا بألف صحة وخير. ان شاء الله بنحاول نقدم لكم كل جديد ومفيد على قناة عالم منوعات. تعالوا بقى نشوف الخبر ده معانا. مطرب المهرجانات عمر كمال قال ان هو خطب جوهرة، والراقصة تنفي وتقول انه محدث. تعالوا بقى نشوف كده الخبر ده معانا. قال المطرب عمر كمال انه احتفل بخطوبته على الراقصة الروسية الشهيرة جوهرة، فيما ردت الراقصة في وقت لاحق بنفي ارتباطها به. وأضاف عمر كمال لمصراوي: حفل الخطوبة تم منذ يومين في أحد المطاعم بالمهندسين بحضور مدير أعمال الراقصة الشهيرة. وتابع عمر كمال أن علاقة حب جماعته بجوهرة بعد تعاونهما في أغنية جديدة لم تطرح بعد. في المقابل نفت الراقصة جوهرة في تغريدة على صفحتها موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ارتباطها بعمر كمال، ونشرت فيديو لقائهما وعلقت قائلة علقت يعني على الفيديو وقالت: العلاقة علاقة عمل فقط، وأخبار ارتباطنا كاذبة. وطرح عمر كمال وحسن شاكوش مطرب المهرجانات مؤخرا مهرجان عود البطل عبر الموقع يوتيوب، والأغنية من كلمات مصطفى حدوتة وتوزيع إسلام ساسو. وفي ملحوظة كده: تم تحديث الخبر بعد نفي جوهرة، وتهرب عمر كمال من هذا الخبر يعني ونفاه. ويمتلك مصراوي تسجيلا صوتيا بتصريحات مغني المهرجانات عمر كمال. طبعا يا حبيبي انا بس حبيت اوضح يعني الخبر، وحبيت اوضح المعلومه ديت ان هم اصلا مرتبطوش ببعض ولا حاجه، ده كان مجرد كلام يعني اي كلام، انما مفيش ارتباط ولا حاجه، هم بس اللي بيجمعهم ببعض اغنيه كده، هم ان شاء الله هيعملوها قريب بس مش اكتر يعني. واشوفك يا رب على خير يا حبيبي، وما تنسوناش بقى كده في لايكات وشير وسبسكرايب، عشان ان شاء الله بحاول انزل لكم كل الجديد على قناه عالم النوعات. اشوفكم على خير يا رب، مع السلامه.